شو طالع بإيدي أعمل يا فاطمة وما عملت؟ والله ما بعرف يا ياسين، بس أنا عم أقول لك وقفي على السطوح ما عاد في بدك يعني ليكو بيتنا بتعرفه، بعت أهلك يخطبوني من إخواتي. والله معك حق، بس أنا هلأ ما بقدر أخطبك، وبالأخص إنه أخوكي نوري مو طايقني بهالكام يوم. والعمل يا ياسين؟ بدنا نضلنا هيك؟ شو اللي عم يصير؟ لوك! نوري! نوري على أنتك يا بابا! والله العظيم بحق يا ابن الفتان! راجع لك يا كلمة! شوفي شو صار! شوفي شو صار! شوفي شو صار! ما بعرف شو في! ابنك عم بيكشف على اختي فاطمه بالارعيان يا سين. يو شو عم تحكي انت؟ بيدي هاي رح قلت له وعلمي على كلامي. يبعت لي حمه، يبعت لي حمه. معقول يا سين يعمل هيك؟ يبعت لي حمه عليك يا ياسين. لك يا سين، لك يا سين. على بيتك. ليش؟ ليش؟ عاد مد ايدك على امك، عاد مد ايدك علي وبهالشهر الفضيل يا نوري. شان الله ما تواخذيني، شان الله ما تواخذيني، بس فاطمة بدي أقتل. فاطمة وطت راسي بين الخلق. لا الله يرضى عليك، لا لا تحكي. فاطمة لساتها صغيرة وما لها عرفانة شو عم تساوي لك أمي. الله لا يسلخك يا ابن الفتان، والله لا يذبحك يا واطي يا ابن الواطي، والله لا يذبحك. والله لك ابن خالتك قتل زعيمنا وجاي انت تكشف على حريمنا. لك يا باطي